نورك يا مرحبا مشهد ابقى يا وحي يا مرحبا يبقيك مرحبا يا ابو غنم ابقى مرحبا حي شلونك شلونك طيب كيف الحال مرحبا يبقيك كيف الحال شلونك طيب شلون صحت مرحبا الله حي كيف الحال شلونك طيب شلونك الله يبقيك مساكم الله بالخير جميع وشلونك مساكم طيبين كيف الحال؟ أنا ما عاد بجالس هنا بطيح علي ذي أنا جلس هنا وشلونكم عساكم طيبين؟ الله يبقيك الله يبقيك كيف الحال؟ نورك يا حبيبي وشلونكم؟ يا مرحبا الله حيهم الله يبقيك مرحبا شوف اليوم كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله حيهم علومك الله حي مرحبا والله مسهلا جارتنا بركة كيف الحال ساك طيب وشلونك الله يبقيك كيف الحال كيف الحال طيبين طيبين خير يا مر الخير لا تعبتوا لا ندمت الله حي خير يا مر الخير شلونكم طيبين طال حبك شو الأخبار الله يبقيك لا تعبتوا شوكم اليوم الصباح ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم الصباح تصوير ما فكرنا منتظرين إن شاء الله شيء جميل متفائلين على الشيء اللي انتم تسوونه اليوم مرحبا ومسهلا مرحبا ابو جابر يلا حي الله ان شاء الله يردكم جو جديد على الشغله باذن الله ما حد يطلع نبغى عيديه عندي احساس الاسبوع ذا بنرجع كلنا انا اطالب الاداره ان الاسبوع ذا شوف الغاء ابراهيم والله قوي لكن ان شاء الله انهم يرجعون جميع ان شاء الله ما حد يطلع نبغى نعيد والعدد مكتمل ان شاء الله بما أنها آخر إبراهيم قبل العيد مرحبا ومسهلا السلام الناصر أبو نعم كيف الحال ساك طيب شلونك كيف الحال ساك طيب سلمت عيالك جين وزانك اليوم اي والله واحد يمين واحد يسار الله يخليك لنا كلكم عيالي الله كبر نفسي أنا وش رايك يا أبو غنى في أبنائك اللي في الكرنفال جالهم وقع إيه أنا جاي اليوم خصيصاً عشان هذا الموضوع ولا أساساً هو المفروض أن جيتنا الليدر على أساس تتناقش مع متسابقينك على الملاحظات اللي عندهم أنا ما عندي أي ملاحظات أنا جيت للأمانة ومفروض أني أساساً ما أجي اليوم أنا ترى اليوم هذا بالذات الجمعة عشان البلايجرو ما أود أني أجي صدق حقك هذا داري ما حد له خاطر فما ودنا نجي والخطر ماشي لا والله ما بيجيك مضايقين انت اللي شوفتك تسعد الخاطر جعلني والله ما عدمك والله العظيم اننا نجي احيانا من غراكم نبغى نشوفكم الله يغليك اندوالي ولا على قولتهم البرنامج يحصل فيه الاخطاء ويحصل فيه امور واجد هذه برامج الوقت ما يحتاج ان نجي نعطيكم ملاحظات وانتم تخبرون خبري وش لكم وش اللي عليكم لكن اول شيء جيت علشان ابارك للذيابه على اللي سوى البارح بارك لكم جميع كل منكم في حقه وكل منكم ماخذ حقه من البرنامج الأمر الثاني أجيت علشان أبلغهم إن شاء الله أنهم رحلة مقناص في جنوب أفريقيا ميضالة واجب الله انهشت